هنا كده عشان تخيل الموضوع معايا. بص بقى، انا معايا هنا سنه اهي، تمام كده. السنه دي هنا الميزيال وهنا الديسك. السنه دي مال ايه؟ ديسك. فين الاوكلوزال بلين بتاعك؟ ادي الاوكلوزال بلين بتاعي اهو. فين محور السنه؟ محور السنه بتاعي اهو، حلو كده. فين الخط العمودي على السنه؟ الخط العمودي على السنه اللي انا هعمله اهو، ده الخط اللي قصدي الخط العمودي على الاوكلوزال بلين اهو، عامل زاويه قايمه على الاوكلوزال بلين اهو. فين الزاويه بتاعتك؟ اهي، جميل كده. لاحظ بقى معايا، هتلاقي ان الروت بتاعك رايح ديستر، فالكراون جاي ايه؟ ميزيال. انا في العياده مش هشوف السنه كده، ليه؟ لان الكلام ده كله بيبقى متغطي بالجنجف حضرتك، الكلام ده كله بيبقى متغطي بالجنجف. انا هشوف مين؟ انا هشوف الكراون بس. فكك من كل ده، داري عليه اهو، عندي الكراون بس. واضح ان الكراون مايل؟ اه واضح ان الكراون مايل. المنطقه بتاع السيرفايكال لاين رايح ناحيه الديستر، والانسايزال لاين رايح ناحيه الميزيل، ده اسمه بوزيتيف برضه، حلو كده. يبقى البوزيتيف انجوليشن اللي هو كان الروت بتاعك رايح ديستال وكان رايح ميزيل. طب انا مش شايف الروت، يبقى الجزء اللي قريب من الروت اللي هو مين؟ السيرفايكال. السيرفايكال لاين هيبقى او السيرفايكال ثيرد رايح ديستال والانسايزال رايح ميزيل، هو ده البوزيتيف. وبالتالي طالما عندي بوزيتيف هيبقى عندي نيجاتيف. نيجاتيف يعني ايه؟ يعني عكسها. يعني السنه دي لو معكوسه، لو هنا السنه شكلها بالشكل ده كده، ادي السن اهي، وادي الروت بتاعها جاي بالشكل ده كده، جميل. هتلاقي لو لقيت ادي المماس بتاعك اللي هو عمودي على الاوكلوزال بلين، وادي محور السنه بتاعتي اهو، لو لقيت ان انا عندي الجزء بتاع السيرفايكال بقى هو اللي ميزيال والانسايزال تيب هي اللي ديستال، ده كده اسمه فولس او نيجاتيف انجيوليشن. يبقى يعني ايه كلمه بقى انجيوليشن تاني؟ هقول لك الانجيوليشن هي عباره عن الانجل اللي المحور بتاع السنه بيعملها ميزيال وديس، او بمعنى اصح يا اخي انجيوليشن السنه بتاعتك مميله ميزيال ولا ديستال، وريح دماغك، حلو كده. لو كانت الكراون بتاعك مميل ميزيال، افهم من كده ان الروت مميل ديستال، يبقى ده بوزيتيف انجيوليشن. طب لو كان الكراون بتاعك مميل ديستال، يبقى الروت مميل ميزيال، يبقى ده نيجاتيف انجيوليشن. طب انا مش بشوف الروت يا عم، خليني في الكراون بس. هتجيب والله الجزء بتاع السيرفايكال لاين هو اللي اقرب من الروت، وبالتالي الاتجاه اللي هيكون السيرفايكال لاين واخده هو ده اتجاه الروت، والاتجاه اللي هيكون الانسايزال لاين واخده هو ده اتجاه الكراون من تحت. فلما تلاقي ان السيرفايكال بتاعك رايح ديستال، افهم من كده ان الروت بتاعي رايح ديستال، يبقى الكراون رايح ميزيال، يبقى ده بوزيتيف انجيوليشن. لما تلاقي ان السيرفايكال لاين بتاعك هو اللي راح ميزيال والانسايزال هو اللي راح ديستال، يبقى ده نيجاتيف انجيوليشن. جميل كده يا شباب؟ طيب ده بالنسبه للانجيوليشن اهو، وكده نبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الانجيوليشن. هتلاقينا بيتكلم فيه ببساطه خالص، بيقول لك ان ده عباره عن الميزو ديستال تيب اوف اللونج اكس اوف الكراون. الانجل بتاعتك بتبقى فورم ما بين اللونج اكس اللي هو المحور بتاع السنه، وما بين خط، الخط ده بيبقى عمودي على الاوكلوزال بلين اللي احنا شفناه من شويه. وعرفنا ان انت عندك ايه؟ انا ما بشوفش الروت، وبالتالي هبص على الجينجيفال بورشن او السيرفايكال لاين. لو لقيت ان السيرفايكال لاين بتاعك بيبقى ديستال، يعني بص هنا في الصوره دي اللي هو قدامنا دي كده، ثواني اعمل عليها زوم، اللي هو الخط الاسود اللي قدامك ده، هتلاقي ان السيرفايكال لاين بتاعك هنا ديستال والانسايزر بتاعك ميزل، يبقى ده بوزيتيف انجيوليشن. لو لقيت عكس كده يبقى ده نيجاتيف انجيوليشن. ده كل المطلوب معانا، بس كده، بس ده كل ايه؟ ده كل المطلوب. طب في النورمال اوكلوجن قال لك كل السنان لازم تكون عندها البوزيتيف انجيوليشن، حلو كده؟ يعني از معلش انجيوليشن، يبقى كل السنان عندك لازم يكون عندها بوز انجيوليشن. يعني ايه كلمه بوز انجيوليشن؟ يعني كل السنان لازم يكون الروت بتاعها رايح ديستال والكراون بتاعها رايح ميزيال، او بمعنى صح كل السنان لازم الاقي ان السيرفايكال لاين بتاعها او الجنجيفال بورشن بتاعها رايح ديستال، انما الانسايزال بورشن بتاعها رايح ميزيال. جميل؟ طيب في حاجه ثانيه بقى بنسميها كراون انكلينيشن، احنا خدنا حاجه اسمها كراون انجيوليشن. طب ايه هو الكراون انكلينيشن؟ بمنتهى البساطه، بدل ما كنت بقول ميزا وديستال، هقول ان انا عندي هنا ليبيال وعندي هنا لينجوال، حلو كده. وعندك السنه بتاعتك اهي، ادي الليبيال سيرفيس بتاعك، جميل، وادي اللينجوال سيرفيس بتاعك، ادي الاوكلوزال بلين بتاعهم، ونفس الشيء هرسم خط عمودي على الاوكلوزال بلين اهو، جميل كده. وهرسم محور السنه بتاعتي اهو،
فهلاقي فيه زاويه ما بين دي. فقال لك السنه بتاعتك هل هي مايله لين جوه ولا بقى؟ يعني ازاي؟ في سنه ممكن الاقيها كده وفي سنه تانيه ممكن الاقيها كده. بص في الرسمه دي كده، ادي الاوكلوزال بلين وادي الخط اللي كان عمودي على الاوكلوزال بلين وادي المحور بتاع السنه بتاعتي اهو اللي هو هنا بالشكل ده كده. بص هتلاقي في هنا زاويه. فقال لك والله دلوقتي ده اسمه كراون انكلينيشن. يبقى هو الكراون انكلينيشن، والله الكراون انكلينيشن حاجه من الاثنين، يا اما تكون هو عباره عن ميل السنه، يا اما تكون مميله لينجوال او ايه او ليبيا. يعني لما كانت مميله ميزل او ديسل ده كنا بنسميه كراون انجيوليشن، انما لو مميله لينجوال او ليبيا ده اسمه كراون ايه؟ كراون انكلينيشن. حلو كده؟ طيب إيه، في حاجه بنسميها بوزيتيف كراون انكلينيشن وحاجه بنسميها نيجاتيف كراون انكلينيشن، ودي نقطه مهمه قوي قوي قوي. طيب فاكرين لما كنا بنقول ان البوزيتيف كراون انجيوليشن كان بيبقى عندك الجنجبال بورشن بتاعك هو اللي يكون ديستل، صح كده؟ حلو، ده كنا بنسميه البوزيتيف. طب هنا بقى قال لك دلوقتي كالاتي، بص في الحاله دي، بص في الحاله دي هتلاقي ان الجنجبال بورشن هو اللي موجود لينجوال، صح، وان الانسايزال بورشن هو اللي طالع ليبير. وتعالى في الحاله دي لا، هتلاقي ان الجنجبال بورشن هو اللي موجود ليبيال او بكر، وان الانسايزال بورشن هو اللي موجود لينجوال، صح كده؟ حلو قوي. من هنا اللي الاقيه يكون عندي بوزيتيف ومن هنا اللي الاقيه يكون عندي نيجاتيف؟ هقول لك لا والله، مبدئيا كده لو هتقول كبوزيتيف تورك او كنيجاتيف تورك، لما تلاقي ان الجنجبال بورشن بتاعك هنا، بقول لك هنا الكلام هنا اهو، ان النيجاتيف تورك لما يكون الجنجبال او السيرفايكال بورشن بتاع اللونج اكس في الكراون يكون بقل او ليبيا للكريست اوف ايه؟ او للانسايز الايدج، انا اسف. يعني بص كده ركزوا معايا، شايفين ده؟ ادي هنا الجنجبال بورشن اهو، الجنجبال بورشن هنا ماله؟ طالع ليبيال عن الكريست بتاعه او عن الانسايز، ده كده بنسميه نيجاتيف تورك او نيجاتيف انكلينيشن. طب هنا لا، الجنجبال بورشن داخل لينجوال عن الانسايزل او الكريست اوف كيرفيتش، يبقى ده اسمه بوزيتيف انكلينيشن او بوزيتيف تورك. حلو كده؟ يبقى تاني النيجاتيف تورك ان يكون الجنجبال بورشن او السيرفايكال لاين يكون طالع لك ليبيال او بقل عن الجزء بتاع مين؟ بتاع الكريست اوف ايه؟ اوف كيرفيتش. جميل كده؟ او الانسايزر ايدج بتاعك. طب والبوزيتيف؟ قال لك لا، يكون داخل لينجوال عن الكريست اوف كيرفيتشر او ايه؟ او الانسايزر ايدج بتاعك. ده الفرق ما بين الانكلينيشن، هو ده كل الحوار. فقول لك دلوقتي إيه الجزء هنا، يعني ايه كده كراون انكلينيشن؟ قال لك هي عباره عن فيشو لينجوال انكلينيشن اوف اللونج اكس اوف الكراون. الانجيوليشن كان عباره عن ميزو ديستال انكلينيشن. طيب هنا قال لك النيجاتيف تورك لما يكون الجنجبال بورشن بتاعك اوف اللونج اكسس اوف الكراون يكون بقل او ليبيال للانسايزال بورشن. يعني لو لما تلاقي ان الجزء بتاع السيرفايكال ريج بتاعك او السيرفايكال لاين بتاعك او الجنجبال بورشن بتاعك لما تلاقيه عندك ليبيال او بقل للانسايزال، يبقى ده اسمه ايه؟ نيجاتيف تورك. اكيد عكسه البوزيتيف تورك لما يكون عندك ايه؟ الجنجبال بورشن لينجوال. فاحنا مش هنعدي. قال لك ان الانجل اللي فورمت ما بين الفيشيال لونج اكس اوف الكراون اند الخط اللي هو عمود على الاوكلوزال بلين هي دي اللي بتوضح لك الايه؟ التورك بتاعك او الانكلينيشن بتاعك. قال لك الجنجبال بورشن بتاع اللونج اكس اوف الكراون لما يكون لينجوال للانسايزر بورشن ده بنسميه بوزيتيف تورك. نفس الكلام في النورمال اوكلوجن اللي انا عاوزه بقى. قال لك الانكراون انكلينيشن للسنان كلها خلي بالك لازم يكون نيجاتيف ما عدا مين؟ ما عدا السنترال واللاتر. يعني من الاخر كل السنان بيكون الجنجبال بورشن بتاعها بيكون طالع ليبيال او بقل عن الانسايزل او الاوكلوزال بورشن بتاعها ما عدا مين؟ ما عدا الابر انسايزرز بس اللي هم الابر سنترال، فاهم ازاي؟ والابر لاتر. والنقطه دي هنا مهمه خلي بالك، عشان النقطه دي مهمه الله يخليك. يبقى تاني لو تفتكر كنا بنقول في الانجيوليشن كل السنان لازم يكون عندها بوزيتيف انجيوليشن. يعني ايه بوزيتيف انجيوليشن؟ يعني الجنجفال كونتور بتاعها او الجنجفال او السيرفايكال لاين بتاعها يكون ديستال والانسايزر تكون ميزر. خلص الانجيوليشن، مش عايز في حاجه ثانيه غير كده. حاجه في الانكلينيشن عاوز كل السنان يكون الجنجفال بورشن بتاعها او السيرفايكال لاين بتاعها يكون بقل او طالع ليبيال عن الانسايزر او الاوكلوزال بورشن بتاعها ما عدا مين؟ ما عدا الانسايزر اللي هم السنترال ولا ده كل انا عاوزه بس. الموضوع ده بيبقى واضح اكتر في مين؟
في البريمولر والمولر، هات كده البريمولر والمولر وكمان وانت راجع لورا وحط لسانك او حط صباعك كده هتلاقي ان الجزء بتاع الكريستوف كيرفيتشر او الجزء بتاع السيرفايكال ريج او الجينجيفال بورشن هتلاقيه بارز، وهتبص على الجزء بتاع الجلوز اللي داخل لجوه. ده كل انا عاوزه بس كده. يبقى ده كان بالنسبه للكراون ايه انكلينيشن. طب تالت حاجه قال لك الروتيشن، الروتيشن ممكن تعمل لي مشاكل؟ اه طبعا الروتيشن ممكن تعمل لي مشاكل. ايه هي المشاكل ممكن تعمل الروتيشن؟ بص ركزوا معايا كده، عندك مثلا الابر مولر، انا عارف ان في الابر مولر الليبيولينجوال دايمنشن بتاعتها اكبر من الميزوديستال. يعني بص الابر مولر شكلها عامل كده، الليبيولينجوال دايمنشن بتاعها اكبر من الميزوديستال، حلو كده. ده نقول السكس تمام. إيه بص خلينا نرسمها في ورقه ثانيه اوسع وازوم لكم شويه. ده كده السكس اهو، ده جنبي السيفن، ده جنبي الايت. اللي انت شايفهم قدامكم دولت هما دول ابر مولرز 6 7 8. جميل كده. طيب إيه انت عايز تعمل ايه؟ بص بمنتهى البساطه في الابر مولرز في ال6 وال7 وال8 ركز كده على الدايمنشن بتاعتهم، هتلاقي ان انت عندك الليبيولينجوال دايمنشن اللي هي المسافه من الليبيال لللينجوال اكبر مسافه من الميزيال للدست. طب لو مسكت انا السيفن ده وجيت اعمل له روتيشن، اعمل كده روتيشن للسيفن، هتلاقي السيفن بقى عامل كده. شوف السبيس اللي هو هياخده قد ايه؟ قد كده. وشوف السبيس لما كان مظبوط كان واخد سبيس قد ايه؟ فقال لك ان الروتيشن مثلا على سبيل المثال 7 زي ال 6 زي ال 8، هو ضارب لك المثال في الورقه على 6، انا ضربت مثال على 7 مش حوار. المهم ان انت عندك مثلا في الابر مولر ان انت عندك الميزوديستال دايمنشن بتاعك اصغر بكتير من الليبيولينجوال دايمنشن بتاعك، فلو حصل روتيشن في المولر هتلاقيه خد سبيس اكبر من السبيس بتاعه، وبالتالي هيعمل كراوندنج في مناطق ويعمل سبيس جامده هنا في مناطق. فقال لك يبقى النورمال اوكلوجن مبدئيا كده لازم ما يكونش عندي روتيشن، لان والله لا القصبات هتخش في مكانها، وفي نفس الوقت انا بوظت السبيس بتاع كل سنه، زنقت السنان الثانيه ووسعت هنا، يبقى مبدئيا ما ينفعش يكون عندي روتيشن. بس بيقول لك، يبقى لك في النورمال اوكلوجن الدنتيشن بتاعتك لازم تكون فري تماما من اندزايرد روتيشن. يعني مثلا قال لك لو المولر مثلا حصل فيه روتيشن هياخد ايه؟ قال لك وود اوكيوباي مور سبيس عن النورمال سبيس اللي هو بياخده، هياخد سبيس. سبيل المثال قال لك مثلا الباكولينجوال دايمنشن بتاع الابر 6 اكبر من الميزوديستال دايمنشن بتاع اللور بتاع الابر 6 نفسه، الباكولينجوال دايمنشن فيه يعني اكبر من الميزوديستال دايمنشن، فلما تيجي تعمل له روتيشن انت كده هتزود المساحه اللي 6 هياخدها. وكذلك على فكره في اللور، يعني مثلا عندك اللور، اللور شكلها عامل ازاي؟ اللور الميزوديستال دايمنشن بتاعها اكبر من الليبيولينجوال دايمنشن اهو، شايف كده؟ لما تيجي تعمل له روتيشن هيبقى عامل كده، خد سبيس اقل من اللي كان واخده فساب سبيسز كتير، فتح لك سبيسز كتير، والسبيس دي هتعمل لك تلتنج ومشاكل. ده رقم واحد. رقم اثنين الكثبات مش هتقفل مع بعضها تمام. طيب ثالث حاجه قال لك التايت كونتاكت. يعني ايه كلمه تايت كونتاكت؟ لا مبدئيا كده لازم تكون الكونتاكت مقفوله. لازم في الاوكلوجن الطبيعي تكون الكونتاكت مقفوله، الكونتاكت ما ينفعش تكون مفتوحه، لان الكونتاكت لو مفتوحه هتعمل لك فود امباكشن، والفود امباكشن بتاع حضرتك ده هيعمل لك مشاكل في البي دي ال. ده ايه؟ ده جزء كده بره الاورثو. طب لو هتتكلم انت عن اورثو هقول لك والله ان الكونتاكت عن طريقها كان بيحصل اصلا ديستريبيوشن للفورس ما بين السنين. الكونتاكت عن طريقها كانت السنان بتمنع التلتنج. اللي ايه اللي بيمنع التلتنج بتاع السنان؟ وجود الكونتاكت ما بينهم. الكونتاكت ما بينهم بتمنع ان السنان تميل، لان انا بعمل ديستريبيوشن للفورس عن طريق الكونتاكت اريا، والسنان بتوقف بعضها او بتسند بعضها. حتى كنا واخدين في الاوكلوجن ان اللي بيعمل لك بروبر الاينمنت او بيثبت السنان في مكانها الطبيعي هو الكونتاكت، فلازم الكونتاكت تبقى تايت، تبقى مقفوله، ما تبقاش اللي هي تايت قوي قوي. يعني لا انا عايز كونتاكت اللي هو بمجرد يعني لما اجي اعدي منها الفلوس بيعدي بطق كده كده، ده كده الكونتاكت مظبوط. لا هي اللي بيعدي ما بيعديش منها فلوس، ولا هي اللي الفلوس عمال يعدي رايح جاي، انا عايز كونتاكت مظبوط بس. فالنورمال اوكلوجن الكونتاكت بتاعتك لازم تبقى ايه؟ تبقى مقفوله شويه، ده اللي انا عاوزه بس مش اكتر. طيب بالنسبه للاوكلوزال بلين، بصوا يا شباب بالنسبه للاوكلوزال بلين احنا اتفقنا يعني ايه كلمه اوكلوزال بلين. اوكلوزال بلين هو عباره عن البلين اللي بيحصل فيه كونتاكت ما بين الابر تيث واللور تيث. حلو. الصح ان يكون الاوكلوزال بلين بتاعك ايه؟ يكون نيرل ستريت، هو مش ستريت قوي يعني، يعني بصوا هو كيرف بسيط كده، فانت ممكن يكون نيرلي ستريت او يا عم ها ماشيها ستريت، لكن ما تعملش ايه؟ ما تعملش اكتر من كده. قال لك طب لو انا عندي حاجه اسمها ستيب كيرف اوف سبي، يعني ايه الاول كلمه كيرف اوف سبي؟ بص يا شباب عشان اشوف كيرف اوف سبي انا لازم اخد لاترال فيو. يعني ايه كلمه لاترال فيو؟ بص كده هنرسم هنا رسمه بسيطه، فاللي مستعجل ممكن يبقى يسابع الفيديو.
هرسم بس رسمة. ما الناس يعني تتابع الفيديو لأن الكاميرا بتاعتي للأسف ما بتعملش بوز. بص معايا كده يا شباب، في الرسمه اللي انا رسمها دي مبدئيا الرسمه دي انهي فيو؟ دي لاترال فيو للسكال. انا بص من الجنب، حلو كده؟ يعني واخد سيكشن ايه؟ واخد سيريتال سيكشن، عارفين سيريتال سيكشن اللي انا بقسم الجسم لنصين متساويين، نص يمين نص شمال؟ حلو. ايه هو الكيرفز؟ بص بيبقى عندي كيرف كده بيبدا من اول، كسبوا معايا كده، بيبدا من اول انسايزر تيب من هنا ويفضل ماشي 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 بالشكل ده لحد الانتيرور بوردر بتاع الكوندايل، الكوندايل اللي هو الايه؟ الهيد بتاعت المانيك. فالكيرف بيبقى ماشي لك من اول هنا، من اول التيبر اللي هو الانسايزر هنا، الانسايزر تيب، ويفضل ماشي لحد الانتيرور بوردر بتاع الكوندايل اللي انت شايفه ده اسمه كيرف اوف سبيد. جميل كده؟ حلو قوي. كيرف اوف سبيد ده قال لك والله انا بحب في الكيرف اوف سبيد ان الاوكلوزال بلين يكون حاجه بسيطه كده نير الستريت زي ما انت شايفه كده، ولكن ممكن الكيرف ده يبقى نازل لك لتحت قوي كده. لما يكون نازل لتحت قوي كده ده بنسميه ستيب كيرف اوف سبيد، وممكن تلاقي الكيرف جاي بالعكس كده. يعني بالعكس كده ازاي؟ اللي هو زي ما انت شايفه كده، ده بنسميه ريفرس كيرف اوف سبيد. ده بيبقى كويس ليه؟ لان ده بيدي مساحه للسنان بتاعتك ان هي تعمل ارتكريشن مظبوط. انما هنا لما اللي هو جاي ستيب ده، انت هنا جيت ضيقت السبيس قوي بتاع الابر تيث، فهيبدا يحصل كراودنج هنا، هتلاقي ان السنان ميلت وركبت على بعضها هنا بالشكل ده كده في الابر. طب في اللور؟ قال لك لا، لما يكون ريفيرس انت كده وسعت السبيس قوي هنا، فهتبدا الابر يحصل ما بينها سبيسز فوق بالشكل ده كده. يبقى انا لا انا عاوز كيرف اوف سبيد، طبعا كيرف اوف سبيد هو المسافه الثانيه من الانسايزر تيب لحد الانتيرو بورد بتاع الكوندايل اللي هو ايه برضه في السجيتال سيكشن او من اللاترال فيو. قال لك شايف الراجل هنا تقريبا الاوكلوز بتاع تقريبا ستريت اهو، حلو؟ إيه لا هو اللي نازل كده ولا هو اللي جاي كده، لانه لو نازل كده هيضيق المسافه على الابر تيث، هيحصل كراودنج زي الصور اللي موجوده عندكم هنا بالظبط كده. هنا في الاوكلوزال بلين بص في الصوره اللي هنا دي، هتلاقي ان انت عندك ستيب كيرف اوف سبي بالشكل ده كده اهو. زوم شويه هنا، هتلاقي في بص في الصوره دي كده، هتلاقي عندك ستيب كيرف اوف سبي بالشكل ده كده اهو، ففي كراودنج في الابر تيث فوق اهو. طيب النورمال اللي هو تقريبا نيرلي ستريت، لا الدنيا فيه مظبوطه شويه اهي. طب بص كده الريفرس اوف كيرف اوف سبي، لا في سبيسز كبير ما بين ايه؟ الابر. يبقى انا عاوز في الاوكلوزال بلين بتاعي ان يكون ايه؟ نيرلي ستريت بس. يبقى لو جيت حققت كده المحاضره صغننه خلاص ما فيهاش حاجه اهي، قول لي كده يا باشا ايه الريليشن شيب اللي انت عاوزها؟ اقول لك والله الريليشن شيب بتاعت المولر كالاتي، الميزو باكر كاز موجود في الميزو باكر دوبمنتال جروف، الديستو باكر كاز موجود عندي في الامبريجا او موجود في السبيس ما بين السنتين تحت، يعني الديستو باكر بتاع السكس ما بين السكس والسفن تحت وغيره، الميزو لينجوال كاز فوق موجود في السنتر الفوسطى تحت. ليه؟ لان الفانكشنال كاز في الابر هي اللينجوال، والفانكشنال كاز في اللور هي اللينجوال، هي البقل انا اسف تمام. طب ايه تاني؟ انا عارف دايما ان الابر تيس متاخر عن اللور تيس، فعشان كده ما استغربش لما الاقي ان الديستال بتاع الابر 6 متاخر عن الديستال بتاع اللور 6 وبيلمس الميزال بتاع الابر 7 اللور 7 انا اسف. طيب ايه تاني؟ هقول لك والله ان انت دايما عندك البقل كاز بتبقى فري، يا اما في امبريجر بره يا اما في جروف مثلا، ودي ما بتعملش كونتاكت، لان احنا قلنا عشان تعمل كونتاكت لازم تبقى جوه فصه وبتعمل ايه؟ وبتعمل ماستيكيشن. طب تمام، ده كان بالنسبه للمولر ريليشن شيب. طب بالنسبه للانجليشن، اتفقنا ان الانجليشن هو عباره عن ميل السنه سواء ميزيال او ديستال. السنه ميلت ميزيال يبقى اسمها الروت بتاعك قصدي راح ديستال، فالكراون راح ميزيال، يبقى ده اسمه بوزيتيف انجليشن، اللي هو السيرفايكال لاين بتاعك.